يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه النهارده هتوقف فيها عند مجموعه من الاخبار الاقتصاديه المهمه، خاصه واحنا داخلين على شهر رمضان المبارك، فهنكون ايضا النهارده بنشوف مع حضراتكم تطورات ملف الاسعار والتوجيهات الرئاسيه بخصوص ده. كمان هنروح لما تم الاعلان عنه على مدار يمكن 48 ساعه الماضيه، وكان في حديث يمكن في كل وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع ازدواج قناة السويس، هنفهم اكتر عنه وهنفهم اكتر كمان ازاي هيتم تمويل هذا المشروع، الدراسات الخاصة به هتتعمل ازاي، مين هيشرف، امتى هيتم التنفيذ لو في حالة ما تم ايضا خروج دراسات الجدوى بشكل نرى فيه يعني ربحية واضافة للاقتصاد المصري. كمان هنروح مع حضراتكم النهاردة في الفقرة، وفقرة حلوة جدا وأنا كنت منتظرها الحقيقة، ويمكن في كتير من الناس والشباب تحديدا في كايرو ديزاين ويك أو في أسبوع القاهرة للتصميم كانوا حريصين على زيارة معرض مهم أو معرض الفنان الكبير شيخ المصورين محمد بكر. محمد بكر طبعا قام كبيرة في مجال التصوير في مصر وتاريخ عريق الحقيقة من خلال يعني رسمه للبورتريه السينمائي وتصويره للبورتريه السينمائي على مدار أكثر من 50 عام، كان فيها موجود في كواليس مئات الأفلام المصرية، وكان حريص على تصوير كمان جنات و سيدات الشاشة العربية والمصرية، وليه صور كمان يمكن حضراتكم شفتوها في كتير من وسائل التواصل الاجتماعي أو في الجرايد أو بتفتكروها دايما عن نجومكم المفضلين هو كان وراها وهو كان الملتقطها. فالنهاردة الحقيقة احتفالا بي وبإنجازه الكبير على مدار 50 عام في تصوير مئات من فنانيننا المصريين ومئات من أفلام والأعمال الفنية في السينما والدراما المصرية، النهاردة هتبقى الفقرة غنية بصريا كمان بكتير من الصور. اللي ما حضرش المعرض هنجيب لكم بعض الصور الجميلة الحقيقة واللي وراها ذكريات وراها قصص نحب نسمعها مع حضراتكم. يلا نبدأ مع حضراتكم النهاردة. كمان في نشاط رئاسي مكثف، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيستقبل الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع بمملكة البحرين. أيضا كان في زيارة لمصر مع وفد مرافق لي وبحضور السيد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وهذا اللقاء طبعا بيدل على عمق العلاقات المصرية البحرينية، دائما التنسيق ما بين البلدين في كل القضايا وعلى كل المستويات. رئاسة الجمهورية والمستشار أحمد فهمي قال إنه الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة نقل لسيادة الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، تضمنت أيضا تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر وسيادة الرئيس في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية على المستويات المختلفة ومنها طبعا المستوى الإقليمي. وكمان أعرب السيد رئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة، وأكد كمان مواصلة العمل المشترك ما بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات التاريخية وأواصل المحبة ما بين مصر والبحرين، خصوصا كمان في ضوء التحديات اللي بتتعرض ليها المنطقة. طبعا ملف غزة كان حاضر بقوة، تطورات الأوضاع أيضا في البحر الأحمر وغيرها من القضايا الإقليمية اللي محل البحث المشترك والتنسيق دائما كما ذكرنا ما بين مصر والبحرين على أعلى المستويات، والزيارات الحقيقة لا تنقطع ما بين قادة البلدين، وأيضا نشاط سياسي ولجان اقتصادية مختلفة ومشروعات أيضا بحرينية، يعني كل ده أيضا بيعكس تاريخ طويل من العلاقات
وخلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح، كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي. كمان النهاردة كان في لقاء مهم جمع السيد الرئيس اللي استقبل في قصر الاتحادية رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان واللي بيزور مصر لمدة يومين. المباحثات اللي تمت ما بين سيادة الرئيس ورئيس الوزراء الأرميني تناول تعزيز العلاقات ما بين البلدين، وطبعا أثنى الجانبين على العلاقات التاريخية اللي بتربط الشعبين المصري والأرميني، ودي حقيقة طويلة. طبعا عندنا كان على مدار سنوات جالية أرمانية كبيرة في مصر، بعضهم هرب من الاضطهاد اللي تعرضوا ليه وجاءوا إلى مصر، أسسوا صحف، أسسوا مسارح، دخلوا في الفن المصري، أسسوا مدارس، لديهم أيضا كنائس، وبالتالي العلاقة الشعبية ما بين مصر وأرمينيا على أعلى المستويات منذ أزمنة طويلة. كمان أنه بعد اللقاء سيادة الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا شاهدوا مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة زي البيئة والتعاون العلمي والزراعي وكمان التعاون الفني. وطبعا كان في حرص كمان من سيادة الرئيس على أنه مصر تستطيع أن تقدم الدعم لكثير من المشروعات في أرمينيا سواء المتعلقة بالبنية التحتية، بالكهرباء، بالطاقة. تعالوا نشوف أيضا جزء مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين.
هذا وقد شهد السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية، كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الحرص على استمرار التشاور بما يخدم مصالح الدولتين. الرئيس كمان خلال كلمته أكد اهتمام مصر وأرمينيا بتعزيز وتطوير التعاون ده، وتطرقوا طبعا للحديث عن الأوضاع في غزة، وقال سيادة الرئيس في لقائه مع رئيس وزراء أرمينيا أن مصر بتبذل جهود كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية وإدخال المساعدات عشان يكون في فرصة لتسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وده وفقا لقرارات الشرعية الدولية عشان نقدر نحل السلام ويكون في قدر من التعايش بدل الحروب في المنطقة. وسيادته كمان أكد على ضرورة تعزيز جهود السلام في جنوب القوقاز، أرمينيا أيضا لسه خارجة من ما يشبه حرب أيضا أو نسميها حرب مع أذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ، وبالتالي أيضا تسعى هي الأخرى في مفاوضات لتثبيت السلام مع جارتها أذربيجان بعد طبعا اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ. تعالوا نشوف مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة 2 يوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين السيد الرئيس ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، كما تم استعراض التعاون الثنائي وأفاق التوسع فيه في مختلف المجالات بما يرتقي لطموحات الشعبين الصديقين. طيب هنروح لملف آخر، والنهاردة في توجيهات من سيادة الرئيس بالعمل بأقصى طاقة وعلى كل المحاور عشان يتم تخفيض أسعار السلع والمنتجات، خصوصا وإحنا داخلين على شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا. وكمان الدكتور مصطفى مدبور رئيس الوزراء كان امبارح مجتمع مع وزير المالية وبعض المسؤولين في البنك المركزي ومع رئيس مصلحة الضرائب عشان نتابع موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية ومنظومة الشحن المسبق. وكمان كان خلال هذا الاجتماع أيضا كان في توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع اللي كانت تكدست شوية في الموانئ بسبب طبعا دخول يعني موجة دولارية للدولة المصرية، فنقدر من خلالها ان احنا نفرج عن مزيد من البضائع وبالتالي يزيد الطلب، ولما يزيد الطلب يزيد العرض، ولما يزيد العرض نقدر شوية ده يساهم يعني بشكل أو بآخر في تخفيض الأسعار. وقال إن الأولوية هتكون الإفراج للسلع الغذائية، الأدوية، الأعلاف، مستلزمات الإنتاج. فطبعا يعني ده كلام مهم، لكن الناس لسه بتسأل برضو إمتى ممكن نشوف انخفاض يعني كبير في الأسعار. يعني
يتزامن مع او يتماشى مع الانخفاض الكبير اللي حصل للدولار. احنا معانا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسه مجلس الوزراء. اهلا بك يا فندم. اهلا بك سياده السفير. اهلا بك يا فندم. يعني كنا عايزين نسال حضرتك على اخر الاجراءات المتعلقه بالافراج عن البضائع، وامتى ممكن نشوف بدايه حلحله الاسعار؟ هي بدات تنزل ولكن مش يعني شكل كبير في بعض السلع، منتظرين السلع الاخرى، فهل هنقدر نلحق افراجات قبل شهر رمضان؟ حضرتك برضو تقول لنا. اكيد يا فندم، ان شاء الله يعني الحكومه ستعمل على بناء على التوجيهات الرئاسيه وجه دوله رئيس الوزراء بالافراج الفوري عن السلع اللي حضرتك ذكرتها، لو بنتكلم على السلع الغذائيه او الادويه او الاعلاف او مستلزمات الانتاج. سيتم الافراج عنها ان شاء الله بصوره فوريه خلال الايام المقبله، وان شاء الله سنشهد مع بدايه شهر رمضان المزيد من المعروض من تلك السلع في الاسواق، وبالتالي زياده المعروض بجانب ما تقوم به الدوله من معارض مثل معرض اهلا رمضان وكلنا واحد وضخ المزيد من السلع في المنافذ التابعة للجهات الحكومية المختلفة سواء وزارة التموين أو الدفاع أو الداخلية، كل تلك الجهود إن شاء الله ستسهم في خفض أسعار السلع. هل كمان بدأ التطبيق يعني قرارات وضع الملصقات على الأسعار بتتبعوها إزاي في الحكومة برضه؟ تم التطبيق يا فندم من بداية شهر مارس، وجاري طبعا كل الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال لجان مشكلة على مستوى كل محافظة ولجنة عليا على مستوى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيتم موافاة مراقبة الأسواق وموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقارير دورية. ايضا هناك الجهات الرقابيه الاخرى مثل جهاز حمايه المستهلك يقوم بالرقابه على الالتزام بوضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع والارفف. ايضا هناك الزام على الشركات، كافه الشركات المنتجه والمصنعه والمورده، باخطار وزاره التموين والتجاره الداخليه في يوم الاحد الاول من كل شهر باسعار السلع او الحد الاقصى لسعر البيع للسلع، وكذلك الاخطار في حاله اجراء اي تغيير مع توضيح المبررات لهذا التغيير. طب هل جالكم شكاوى في مراقبه بتقوموا بيها؟ يعني برضو حضرتك وضح لنا. في الحقيقه يا فندم كما تعلم حضرتك يعني منذ ايام قليله بدا التطبيق، لكن دوله رئيس الوزراء يعني وجه بالمتابعه الفوريه، وكذلك سيتم عرض تقارير اسبوعيه على دوله رئيس الوزراء، وان شاء الله يعني اي ملاحظات سيتم التعامل معها فورا، وبطبيعه الحال اي مخالفات سيتم التعامل معها بصوره فوريه، كما انه سيتم تباعا عرض تقارير حول مدى التقدم في او مدى الالتزام في الاسواق بتطبيق القرارات، وكذلك اذا ما كان في اي تجاوزات في هذا الصدد، وان شاء الله سيتم الاعلان تباعا عن اي تقارير في هذا الشان. طيب كان في النهارده خبر صدر برضو من المركز الاعلامي بينفي ما تردد من بعض الشائعات اللي حضرتك اشارت الى انه هيكون في شهر رمضان هيرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان. طبعا هو خبر غير عقلاني بس في بعض الناس مشيت وراه، فايضا مركز الاعلام مجلس الوزراء نفى ده يا فندم، لو حضرتك برضو تؤكد لنا على المعلومه. هو بطبيعه الحال المركز نفى بعد رجوع للجهات المعنيه، وطبعا يعني النفي المركز واضح انه هذا الامر غير صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسه مجلس الوزراء، شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. التقى
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجا محوريا للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات. من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. أنا بحركه مرة تانية. الحقيقة الناس محتارة الفيسبوك أكيد حضراتكم لاحظتوا وإنستجرام عند ناس كتير قوي مش شغال بقاله شوية والشركة طلعت بيان قالت إن هي بتواجه بعض المشكلات وهترجع بعد شوية. طبعا احنا بنتكلم هنا عن شركة ميتا اللي هي فيها فيسبوك وإنستجرام وثريدز والمجموعة الخاصة بيها. لكن اكتشفنا كمان إنه مش دي بس الشركات اللي انقطع عنها الاتصال او حصلت فيها مشكلة. يعني خليني مثلا اقول لحضراتكم انه عندنا كمان بعض الشركات التانية اللي واجهت ازمات زي مثلا يوتيوب وجوجل كمان عند بعض الناس. الجيميل برضو كان فيه مشكلة عند بعض الناس. اوبن اي اي وزوم كان فيه مشكلة. مايكروسوفت برضو جوجل بلاي. تطبيقات كتير جدا حصل فيها مشكلة مش عارفين القصة. كمان من شوية إيلون ماسك حط صورة حاطت فيها فيسبوك وإنستجرام وثريدز وبيتباهى إنه الكونكشنز ما قطعتش عن منصة إكس لكن قطعت عند المنصات التانية. يعني لعب برضو تسويقي وكده. لكن إحنا مش عارفين لغاية دلوقتي إيه المشكلة. أنا عندي نفسي الفيسبوك لسه ما اشتغلش. معظم الناس حصل عندهم لوج أوت أو خرجوا من الفيسبوك وإنستجرام. مش عارفين ايه القصة. في ناس بتقول انه بدأ يرجع لها بشكل جزئي لكن في ناس تانية لسه عندهم مشكلة في القصة. طبعا ده عامل مشكلة للأشخاص لكن مقدور على الأشخاص اللي بيستخدموها مثلا التواصل مع أفراد. طبعا في شركات واجهت بعض الصعوبات او الناس اللي بتستخدم المنصات دي للبيع الأونلاين. خلينا نروح للأستاذ عمرو صبحي خبير الاتصالات وأمن المعلومات. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. منورنا يا دكتور. دكتور حسام أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هو إيه اللي حصل النهاردة؟ طبعا إحنا شفنا أكثر من مرة على مدار السنتين اللي فاتوا تحديدا والثلاث سنين اللي فاتوا مشكلات متعلقة بالسيرفرات. لكن المرة دي الموضوع طول شوية. يعني لغاية دلوقتي لسه أنا عندي فيه مشكلة. فإيه اللي حاصل لو حضرتك تقدر تفهمنا أو لديك بعض المعلومات اللي استشفيتها؟ طيب في البدايه احنا بنحب نقول للساده المشاهدين كل سنه طيب بدخول شهر رمضان الكريم. حضرتك الف صحه وسلامه. الله يبارك في مالك. طيب موضوع الفيسبوك موضوع يعني شائك جدا ويمكن النهارده يعني مجرد الرساله اللي ظهرت لناس كتير وهي رساله انتهت صلاحيه الجلسه يرجى تسجيل الدخول مره اخرى. ناس كتير جدا قلبها وقع. طبعا موضوع طبعا يعني كل واحد تخيل ان الحساب الشخصي بتاعه تم اختراقه. أي. طبعا زي ما معليك قلت يمكن الحسابات الشخصية كلها في الاخر تواصل اجتماعي ممكن نتواصل مع اصدقائنا ولكن اللي كان عنده رعب كبير جدا هي الحسابات اللي ليها بيزنس. طبعا بدأ اول خطوة يشتغل عليها ان الاكاونت بتاعه حصل له اتاك او حصل له اختراق.
فهي طبعا يمكن ناس كتير جدا من زمايلنا ومن اصدقائنا بدأوا يتصلوا بالناس المتخصصة اللي يعني زي حالاتي وزمايلنا اللي في المجال، بدأوا يتصلوا بالمتخصصين في الجزء الخاص بأمن المعلومات عشان يبدأ يسأل هو في مشكلة عامة على الفيسبوك ولا ولا الحساب الشخصي بتاعي هو اللي تم اختراقه. طبعا احنا عايزين هو اولا هو المشكلة في فيسبوك او ميتا بس، ولا انا سمعت انه او قريت كم خبر كمان ان هم شويه في اليوتيوب كمان وفي بعض وفي جوجل شويه وناس تانية في شات جي بي تي وبعض الحاجات يعني اللي كانت في تطبيقات كتيره المره دي. والله اشكر عليك على السؤال ده. طبعا بالفعل يعني انا هقول لي ما عليك، فعلا هي الموضوع مش في الابلكيشن بتاعه السوشيال ميديا اللي خاصه بشركه ميتا بس، اللي هي الفيسبوك والماسنجر وانستجرام وثريدز وهكذا، ولكن هي مجموعه برامج تانية. انا بس كنت عايز اطمن الساده المشاهدين ان الموضوع مش عمليه اختراق شخصي لحسابك، ولكن هو الموضوع كانت مشكله عامه. بالفعل بدانا احنا كمتخصصين في الجزء الخاص بالسايبر سيكيورتي وامن المعلومات، بدانا نبدا نعمل تراكنج ونشوف المشكله جايه منين. زي ما معاليك قلت بالظبط، المشكله ما كانتش موجوده على شركه ميتا بس او الفيسبوك بس، ولكن كانت موجوده بشكل كبير جدا شركات ضخمه وكبيره. طيب الشركات، لو حضرتك مشكوره وحضرتك بتقول اسامي الشركات اللي انا سمعتها من معاليك من شويه زي اليوتيوب زي جوجل زي مايكروسوفت، هتلاقي ان الشركات دي اغلبها شركات امريكيه. وهنا السؤال بيطرح نفسه، هل بالفعل الشركات الامريكيه حصل لها داون وحصل لها مشكله خلال الساعات الماضيه اللي فاتت؟ بشكل عام بشكل عام يعني معنى كده ان الاجابه برضو تقول ان البنيه التحتيه في امريكا حصل لها مشكله. بالفعل حصل لها مشكله. انا بالفعل تواصلت مع بعض اصدقائنا الموجودين داخل امريكا عشان نقدر نعرف المشكله بالفعل داخل امريكا من خلال البنيه التحتيه فيها مشكله لا، ولكن الحكومه الامريكيه الى الان لم يتم استخراج بيان رسمي من الحكومه الامريكيه، ولكن برضو ده اكتشاف بعض وجود مشكله في الكابلات البحريه اللي موجوده اللي داخله للولايات المتحده الامريكيه من ناحيه المحيط الاطلسي. من ناحيه المحيط الاطلنطي. المحيط الاطلسي يا فندم. لانه البعض كان جه في دماغه موضوع الحوثي وكابلات البحر الاحمر، كانوا هم هددوا بقطع الكابلات وبعد كده رجعوا نفسه، فالناس يعني ربطت بشكل او باخر افتكروا ده نتيجه لك حاجه بتقولي في الاطلنطي. بص يا دكتور، يعني صوابع الاتهام بتشير الى الان ولكن بدون تاكيد الى الحكومه الروسيه. ليه احنا الكلام ده بنتكلمه؟ الحكومه الروسيه. احنا بنتكلم دلوقتي ان الكابلات البحريه، لو احنا بنتكلم عن الجانب اليمين والجانب اليسار في الخريطه من ناحيه المحيط الاطلسي، هنلاقي ان الجانب اليمين الجزء بتاع بريطانيا وجزء روسيا والجانب الشمال بتاع امريكا والمكسيك وهكذا، هنلاقي ان الجزئين دول مربوطين بكابلات بحريه بشكل كبير جدا. في احد الكابلات اللي هو الجانبي الاطلنطي يعني. بالظبط كده يا فندم. الكابلات اللي موجوده في المحيطات دي، في مجموعه من الكابلات بتغذي الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير جدا، خارجه من عند الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه نيوجيرسي كده، رايحه ناحيه بريطانيا، بس في حته في الحقيقه حته يعني صعبه شويه، وهي حته مثلث برمودا. في بعض الجزر هناك زي سان ديفيدز وبعض الجزر الثانيه دي، بتبقى الكابلات في المنطقه دي معديه رابطه الجانبين ببعض، والمنطقه دي في الحقيقه منطقه القدوم عليها مش بشكل كبير. فعمليه الاتاك الفيزيكال اتاك او ان انا اقدر اروح يكون في قطع للكابلات البحريه في المنطقه دي، وارد ان يكون سهل مش صعب، لان المنطقه دي معلهاش رجل كتيره، وحدك تعلم مثلث برمودا المنطقه دي خطر قد ايه. فالمنطقه دي في تغذيه كبيره جدا من مجموعه الكابلات ما بين الجانبين للمحيط. فالكلام بيشير الى الان ما بين الخلافات اللي موجوده بين الحكومه الروسيه وبين الحكومه الامريكيه ان احتماليه وجود كابلات بحريه تم قطعها، ولكن الاخبار لحد الان لم يتم تاكيدها، لان مجموعه الشركات اللي تم يعني وجود مشاكل فيها بشكل كبير، هنلاقي زي ما معاليك قلت شركات تنتمي للبنيه التحتيه الامريكيه، طبعا منهم مايكروسوفت ومنهم اوبن اي اي، وزي ما معاليك قلت لنا من شويه ان ايلون ماسك بدا يطلع بعض يعني الكبيتات
بيسخر فيها من وجود داون أو وجود مشاكل في السوشيال ميديا، منصات السوشيال ميديا اللي خاصة بشركة ميتا. طيب هنقول هنا سؤال مهم تاني بيطرح نفسه، هل معنى كده ان إيلون ماسك البنية التحتية بتاعت امريكا ما اثرتش عليه؟ لا اثرت عليه، بس هو ليه سيرفرات احتياطية برة المنطقة اللي موجود فيها سيرفرات الاخرى زي سيرفرات مايكروسوفت وزي سيرفرات فيسبوك اللي موجودة اغلبها داخل الولايات المتحدة الامريكية. فانت حضرتك بترجح موضوع الكابلات، لكن ماذا بقى عن السيرفرات نفسها؟ يعني ناس بتقول انه قد تكون المشكلة في السيرفرات نفسها. هقول معليك حاجة في موضوع عشان بس اغلبية يعني السادة الزملاء المتخصصين في مجال امن المعلومات في بداية الامر بدأوا يقترحوا عملية اختراق لسيرفرات خاصة بشركة ميتا او بالاخص الفيسبوك. ولكن زي ما معليك قلت في بداية الحلقة وبدأت شرحت، قلت ان عملية الداون او عملية المشاكل اللي حصلت هنلاقي موجودة على شركات كتيرة جدا، فهل ده من المنطق ومن العقل ان يكون في عملية اختراق لكل الشركات دي في نفس الوقت؟ لا مش منطقي. خليني اقول معليك كمان في بعض يعني في موقع متخصص في عملية التريس او تتبع المشاكل اللي شبه مشكلة الولايات المتحدة الامريكية الحالية اللي هي مشكلة في البنية التحتية، هنلاقي ان الشركات اللي تأثرت بشكل كبير جدا زي شركة ميتا وزي اليوتيوب وزي جيميل وجوجل، هنلاقي ان في شركات اخرى لما يجي نبص على موقع زي الداون ديكت، داون ديكت دوت بيقول لنا ان بعض التأثيرات في كانت في شركات زي الاوبن اي اي زي ما معليك قلت كان التأثير طفيف في داخل الابليكيشن، وفي مشاكل لحد الان موجودة داخل شات جي بي تي واوبن اي اي شركة اوبن اي اي، ولكن مش مشاكل كبيرة. ولكن المشاكل الاكبر اللي موجودة حاليا اللي لمسة الشعب بشكل كبير جدا او لمسة الجمهور بشكل كبير جدا هي الفيسبوك، لان اغلبية الناس بتستخدم السوشيال ميديا بشكل كبير ضخم جدا. خلينا اقول معليك كمان ان عدد الريبورتات اللي تم طرحها خلال الاربع ساعات او الخمس ساعات اللي فاتوا وصلوا لحوالي 591 الف تقرير. يعني 591 الف تقرير، تم طرحهم على موقع داون ديتكت اللي هو يعني 591 الف شخص قدموا تقرير ان السوشيال ميديا الفيسبوك في مشكله. خليني اقول معليك كمان ان انا بشكل شخصي تواصلت مع ناس في اصدقائنا في السعوديه عندهم نفس المشكله، تواصلت مع ناس اصدقائنا في امريكا عندهم نفس المشكله، تواصلت مع ناس موجودين في كندا عندهم نفس المشكله. واضح ان الرقم اكبر من 591 الف بكتير. لو احنا بنتكلم في مصر بس احنا ممكن يعني طبعا يعني نعدل الملايين، اكيد هتتدبل اكتر من كده، لان ناس كتير فاكره ان الموضوع ممكن يكون مؤقت، يعني لانه حصل قبل كده بس بتقعد مثلا ساعه اخرنا دقايق لكن المره دي الموضوع مطول. يعني بقى لنا هي السنه اللي فاتت قعد ست ساعات متواصلين، كان فيهم مشكله برضو داخل الفيسبوك. يعني برضو خليني يعني اتكلم مع معليك في جزء اخر، ان عمليه اعتماديه ناس كتير جدا على السوشيال ميديا دلوقتي في عمليه الماركتينج والتسويق وبيع المنتجات بتاعتهم بقى وقوع السوشيال ميديا خساره كبيره جدا، لان الاونلاين ماركتينج احنا النهارده بنتكلم، لو احنا بنتكلم ان في اونلاين ماركتينج وفي اوفلاين ماركتينج، في تسويق الكتروني وفي تسويق غير الكتروني، التسويق الالكتروني النهارده يا فندم واخد 69% من الماركتينج، فده رقم كبير جدا هيبقى ليه تاثير كبير جدا على سوق البيزنس بشكل عام في العالم بشكل عام. مفهوم طبعا، اكيد ان شاء الله الموضوع ما يطولش. وانا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عمرو الصبحي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحتى هذه اللحظة يعني لسه في مشكلات لدى البعض، في ناس عندهم اتحلت المشكلة، أنا لسه عندي المشكلة قائمة، إن شاء الله تتحل في يعني مش عايز أقول ساعات عشان الساعات دي ممكن تسجل خسائر كبيرة لشركات كتير، لكن دكتور بيقول إن مشكلة جلوبالي عالمية في الإقليم، في بلدان كتير اتأثرت زي إحنا والسعودية. طيب هنتابع مع حضراتكم الموضوع ده، لكن هنروح لموضوع تاني لطيف
والحقيقة ليه علاقة كمان بصفقة رأس الحكمة وإن كان بشكل غير مباشر المرة دي، لأن احنا فوجئنا بإعلان الممثل العالمي الشهير الحاضر على جائزة الأوسكار روبرت دينيرو، واحد من نجوم هوليوود يعني وأساطيرها، قال إنه هو محضر مفاجأة للمصريين وكشف عن تحضيرات لإطلاق مشروعه الجديد في مصر. مشروع جديد في مصر عبارة عن إيه؟ هي فروع جديد لسلسلة المطاعم والأوتيلات الشهيرة اللي هو أنشأها مع شريكه الياباني الشيف العالمي. والشيف ده متخصص في السوشي والساشيمي ومن أفضل المحلات في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرها شهرة. أعلن أنه هو هيفتتح سلسلتين من الفنادق والمطاعم بتاعته، واحدة في رأس الحكمة في الساحل الشمالي اوتيل وريستورنت باسم نوبو، وواحده تانية في شرم الشيخ برضو هيكون اوتيل وريستورنت ليه في شرم الشيخ، وطبعا باستثمارات ضخمه. مهم ان احنا نشوف اهو برضو اعلام ممثل عالمي وشخصيه عالميه زي روبرت دينيرو ان هي تستثمر في رأس الحكمه، بالتأكيد ده شيء يسعدنا. وكمان في شرم الشيخ طبعا هو كمان عرض فيديو ترويجي لمصر وجمال مصر والسياحة فيها زي ما حضراتكم بتشوفوا يمكن لقطات منه، ووجود فجر عالمي زي روبرت دينيرو بيروج الاستثمار في مصر، فدي حاجة مهمة لينا جدا 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 لأنه لديه ملايين المحبين والعشاق وأنا واحد منهم الحقيقة. كمان سلسلة فنادق نوبو ومطاعمها موجودة في دول كتير حوالين العالم، موجودة في اليابان، موجودة في أمريكا، موجودة في إندونيسيا، موجودة في فرنسا، موجودة في دبي، فبالتالي أيضا هي سلسلة عالمية، وإحنا محتاجين طبعا الاستثمار في قطاع السياحة تحديدا. ولما يكون من شخصية عالمية زي روبرت دينيرو ده شيء يسعدنا، واللي يسعدنا أكتر إن هي في رأس الحكمة الجديدة، ده دلالة إنه المشروع إن شاء الله هيقدر يستقطب كتير من المستثمرين بالشخصيات العالمية وكمان في مدينة شرم الشيخ العالمية. فدي قصة روبرت دينيرو وإعلانه عن إطلاق أوتيلين في شرم الشيخ ورأس الحكمة. طيب هنروح بقى موضوع الحقيقة كنا بنتابعه على مدار السنين، داخلين على شهر رمضان المعظم، وفي ناس بمجرد ما تسمع صوت طبعا قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت بتفتكر شهر رمضان او بتعلم شهر رمضان احيانا بسماعها لصوت الشيخ محمد رفعت على الفطار. والشيخ محمد رفعت هو يعني ضيف على كل المصريين دائما في شهر رمضان وغير شهر رمضان، لكنه في شهر رمضان الحقيقة بيزيدنا روحانية وخشوع بصوته الجميل. طبعا احنا كان عندنا محاولات كبيرة على مدار السنوات الماضية لجمع تراث الشيخ محمد رفعت والكشف عن التسجيلات النادرة او ترميم التسجيلات النادرة او الكشف عن مزيد منها، لانه الحقيقة في كتير من التسجيلات اللي كنا بنقول هي راحت فين او محتاجين نرمم كتير من التسجيلات القديمه اللي بتذاعها الاذاعه المصريه، وفي ناس كانت شغاله على الموضوع ده ومنهم طبعا حفيدته السيده الحاجه هناء حسين محمد رفعت اللي كشفت عن انجاز ضخم بيتعلق بخروج نصف تراث قيثاره السماء للنور بعد 75 سنه من وفاته. وطبعا ده كان مجهود كبير من جانب مدينه الانتاج الاعلامي اللي حاولت ايضا تعالج هذا التراث على اعلى مستوى، وسواء ترميم القديم او تقديم ما كان محتاج الى ترميم. ودي مناسبة حقيقة تجعلنا نحتفل وحاجة تبسطنا جدا قبل الدخول في شهر رمضان المعظم. كمان في احتفالية هتقام يوم الخميس القادم في مدينة الانتاج احتفاء بترميم تراث الشيخ العظيم محمد رفعت بمركز احياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، فبنبارك لمدينة الانتاج وبنبارك كمان لاحفاد الشيخ محمد رفعت ولكل محبيه وعشاقه. واحنا دلوقتي معانا كمان على الهاتف الشيخ محمد حشاد
شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء. اهلا بك يا فندم منورنا. اهلا يا حسن باشا. كل سنه وحضرتك طيب. ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. نعم بخير يا حسن باشا. اهلا وسهلا. ربنا يخليك منورنا يا فندم. بارك الله لك يا سيدي نورك ان شاء ربنا الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني بنتكلم عن الشيخ محمد رفعت ومفاجاه ساره وبشره جميله قبل شهر رمضان ان احنا هنشوف مزيد من تراث الشيخ محمد رفعت اللي كان الحقيقه يعني كانت بعض التسجيلات تلفت وبعض التسجيلات كانت محتاجه لترميم وبعض الاسطوانات والتسجيلات القديمه كانت محتاجه ان هي تظهر مره اخرى ويتم بقى يتعمل لها الصيغه الحديثه ديجيتاليزيشن وكده. فشايف ازاي حضرتك هذه الخطوة وايه اللي ان شاء الله هنفاجأ بيه لو حضرتك عندك معلومات؟ والله يعني لو حضرتك يا حسن باشا تسمح لي فضل. ان انا اتقدم اولا بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأمة الإسلامية جمعاء بقرب حلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله ان يكون عام خير وبركة على الأمة وعلى العالمين جميعا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. فيما يتعلق يعني اشكركم جدا جدا واشكر مدينة الاعلام واشكر كل من يتصدى لاحياء تراث اسيادنا القراء القدامى، لان هذا تاريخ ومصر اشتهرت بانها دولة التلاوة، والحمد لله ما زالت دولة التلاوة. وكان على رأس هذه الدولة من ضمن من على رأسها فضيلة الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله. ولو تذكر حضرتك يعني في لفتة كريمة جدا أنا يعني أثرت فيا يوم نصف شعبان الماضي من كم يوم. طبعا كان أغلب الناس صايمة في هذا اليوم باتباع لحديث سيدنا رسول الله، فما كان من الإذاعة إلا أنها فاجأتنا بإذاعة أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت وكأننا في شهر رمضان. أيوه. فكانت هذه الحقيقة يعني مفاجأة للجميع وسررنا وشرحت صدورنا بهذا الموضوع، لأن فضيلة الشيخ محمد رفعت له طعم خاص طبعا يعني مع احترامنا للجميع. لكن فضيلة الشيخ محمد رفعت بما أنه يعني مما تناقل وعلمناه وقرأناه في سيرته الذاتية أنه كان رجلا يقرأ القرآن بإخلاص، فهذا الإخلاص الذي كان من فضيلة الشيخ محمد رفعت جعل له بصمة في قلوب الناس جميعا الذي رآه والذي لم يره طبعا. فهذه الأيام يعني برضو علمنا بأن الجهات الفنية بتقوم بترميم الأشرطة والحاجات الخاصة بالشيخ محمد رفعت، فنحن نشكرهم على ذلك شكرا جزيلا ونتمنى لهم من الله التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ايه اللي حضرتك مثلا كان نفسك تسمعه او عارف مثلا انه الشيخ كان مسجله ولكن انتهت في الزحمه او محتاجين كنا ننفض الغبار عنها او نصلحها؟ يعني هل دي حضرتك انت يعني رغبة أو خلينا نقول كان طموح أنك تشوف تسجيلات معينة أو بتتساءل عن تسجيلات معينة مثلا؟ والله أنا لما رحت يعني بعض البلاد اللي زرتها على مدى يعني عمري سمعت تسجيلات يعني لم تزع لفضيلة الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله للآن. ويعني تحدثت مع الذين يعني يقتنون هذه التسجيلات ووعدهم بأنهم سيرسلوها إلى الإذاعة المصرية، فالحقيقة ما حصلش تواصل بيني وبينهم علشان أعرف إن هم يعني أرسلوها ما أرسلوهاش، ولكن هو التسجيلات اللي موجودة يعني الحمد لله هي ترممت لدرجة إن أنا طبعا عضو في لجنة اختبار القراء في اللجنة الموحدة في الإذاعة. فكان في بعض الحاجات فدايما بتابع، ففي التخصيص الديني الحقيقة يعني زي ما يكون في هناك شبه لجنة لمتابعة تسجيلات الشيخ محمد رفعت والسادة المهندسين يقومون بترميم الذي يحتاج إلى ترميم منها للاتصال ببعضه، يعني لو كان في حرف مش باين حاجة الحقيقة هم معتنين بها جدا، لأن تراث الشيخ محمد رفعت
يعني 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 يجب أن يكون بمثل هذه الرعاية والعناية. طبعا طبعا يعني صوته معجزة، يعني نعتبره معجزة في حد ذاته. ما هو حتى بيقول أنه صوت السماء، وبقول له وأنا بقول له معليك، يعني يعني هذا مما تلاوة الشيخ محمد رفعت نفسها حضرتك لما تسمعها تجد فيها الإخلاص، الإخلاص للقرآن والإخلاص لمخارج الحروف والإخلاص لمعاني الكلمات، يعني حاجة بتؤثر في النفس. أن إذا مشايخنا علمونا قالوا إذا كان من القلب وصل إلى القلب، طبعا إذا كان من اللسان فحده الأذان. فضيلة الشيخ كان يقرأ من قلبه فدخل في قلوب الناس جميعا، طبعا حتى 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 الشباب لما بيسمعوا الشيخ محمد رفعت كأنهم جالسين معاه، يعني ما بيختلفش عليه حد أبدا فضيلة الشيخ محمد رفعت. طبعا وقدرته على التلوين والتنويع والانتقال بين المقامات، حضرتك أشارت لده برضو. نعم نعم، ما هو ما هو ما هو ده التلوين اللي هو لا يخل لا يخل بالأداء التجويدي. يعني 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 بيلون مع 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 المحافظة على مخارج الحروف وعلى أحكام التجويد اللي يجب أن تكون. هذا يؤثر في الناس جميعا. هو فنان بدرجة قارئ، وقارئ يعني بدرجة وقارئ بدرجة فنان. نعم طبعا. لا رحمه الله رحمة واسعة، وصوته الجميل هو دائما يعني تمهيد لشهر رمضان المعظم، واحنا في مايو القادم هنحتفل ب 74 سنة تقريبا او 75 نعم. سنة على رحيله. نعم والله يعني اقتربنا من اليوبيل الماسي فيستحق احتفالية كبرى. احنا دائما كنقابة قراء بنتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لكل من يهتم بتراث الشيخ محمد رفعت وأقرانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء، شكرا جزيلا. هنروح محركم الفصل، بعد الفصل نرجع نكمل، خليكم معنا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد أدم بارلدولي وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات، فيما أشاد وزير الدفاع الكيني بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنروح لاكتشاف أثري مذهل، لأنه القصة كمان غريبة وجميلة في نفس الوقت. الاكتشاف المتعلق بما قامت به البعثة المصرية الأمريكية المشتركة في منطقة الأشمونين بالمنيا، نجحت في اكتشاف الصورة اللي حضراتكم شايفينها ده، الجزء العلوي من تمثال ضخم الملك رمسيس الثاني، بعد تقريبا 100 سنة من اكتشاف الجزء السفلي سنة 1930 على ايد عالم ألماني شهير. بيقولوا انه مع اكتمال الجزئين يصل تقريبا التمثال لسبعة متر. طبعا رمسيس الثاني كان مشهور بفكرة المعابد الضخمة والتماثيل العملاقة، وهو طبعا من أعظم ملوك مصر القديمة وأكثرها شهرة في العالم، وكل ما يتعلق به بيبقى دايما مسار انتباه الباحثين
وعشاق الاثار وخاصه الحضاره المصريه القديمه من كل الدنيا. واكتشاف ده طبعا اثار دهشه وانتباه العالم، عشان كده هنتكلم عنه بشكل اكثر علميا ودقه يعني مع الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزاره الاثار. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. استاذ حسام كل التحية لحضرتك ومشاهد حضرتك، وكل سنه ومصر والعالم الاسلامي بخير وسلام يا رب. يا رب دايما. قصة المسدس قصة مثيرة جدا، يعني اكتشفنا جزء السفلي من 100 سنة وبعديها تقريبا 100 سنة اكتشفنا النصف العلوي. ايه قصة هذا التمثال؟ والله يا حسام بيه يعني هذا الكشف، وكان قبله كشف بتاع تابوت بنها اللي هو في المستشفى الجامعي تحفة 62، تخيل حضرتك 62 طن. فكأن يعني كأن ارض مصر بتقول ان القصة اللي هي بدأت فيها قدامها كتير قوي، يعني طبقات من التاريخ فوق بعضها بالظبط. فيعني شوف حضرتك رغم ان احنا كنا في القرن 18 و19 واوائل العشرين، يعني كان في تجاره اسمها تجاره الاثار وخرجت ملايين من القطع في مصر سواء مع ذلك لسه في اكتر من، وبالرغم من ذلك احنا في يومين متواليين بالصدفه كشف اسمه كشف الصدفه اللي هو كشف اول امبارح، هم بيحفروا مستشفى وادي البعثه كمان الامريكيه اللي بتشتغل الموسم الثاني في هذا المكان، وبالتالي دي بيعطي دلاله مهمه جدا جدا عن ان احنا عندنا تراث لسه قدامنا كتير جدا، وهو بيروج للدعايه والسياحه المصريه. ويعني ده شيء مبشر واحنا في ايام مفترجه. طبعا كشف هذا الكشف المهم هو في منطقه مهمه جدا، منطقه الاشمونين، يعني هي منطقه مقدسه. هتقول لي حضرتك ليه؟ هقول لك هي المكان كان من احد نظريات الخلق. المصري القديم كان عنده تصور للكون، كيف جاء الكون. فبالتالي كان في نظريتين مشهورين جدا او من اشهر النظريات، هي نظريه اون اللي هي المطريه دلوقتي اللي هي التسوع، وفي نظريه اسمها نظريه السامون، ودي موجوده في الاشمونين، جايه حتى من خيمينو، وبعد كده خيمينو جت الاشمونين، وعندنا اشمون كمان في المنوفيه. وبالتالي المكان ده مكان مقدس مهم جدا، وحرص الملوك كلهم ان هم يعني يشتغلوا ويبقى لهم معابد في هذا المكان. وحضرتك عارف ان المنيا دي حكايه، يعني المنيا هي اول نظريه للتوحيد في العمارنه، اول العاب اولمبيه في منطقه بني حسن، اول قصه حب، وكان عميد الادب العربي بيروح هناك في تونا الجبل. فالمنطقه بحد ذاتها المنيا ملهمه وفيها متحف ان شاء الله في حاله اكتماله هو التوحيد. المتحف صدقني يا حسين بقى هيغير وجه السياحه. هو المتحف ده اخباره ايه؟ ده على النيل على طول، موقعه ساحر يعني جدا. وهو كمان تصميمه لانه هيحوي فتره غامضه جدا في التاريخ المصري، فتره العمارنه. وعارف حضرتك العمارنه بالنسبه للغرب يعني مبهره، وخاصه لالمانيا، وعارف عشان نفرتيتي هناك، فهم يعني اي حاجه بتظهر بالنسبه للعمارنه مبهورين بيها. وبالتالي المتحف طبعا يعني العمارنه بقى يعني اخناتون ونفرتيتي والاسره وتغيير الديانه، الالمان واوروبا هيجوا يزوروا. ويمكن في صوره منتشره جدا اليوم ده على السوشيال ميديا على الراجل الحاج كامل اللي هو الحاج كامل نفس صوره اخناتون، نفس الشكل، نفس الكينات، عشان نرد على الافروسنتريك ونرد على كل المشككين. والله يا جماعه هو احنا موجودين، اشكالنا في الشارع هي اللي موجوده في التماثيل. تاني حاجه جد العرق يمد لسبع جد، ده المليون جد، احنا اكبر من كلمه 7000 سنه. والله يا حسام احنا قديم قوي طبعا. فبالتالي دي كمان كان عندنا الملك، احنا عندنا ملك مهم، الملك رمسيس الثاني، ده من اشهر مش ملوك ملوك الدنيا كلها، لان طبعا. اذا قرر رمسيس الثاني يعني يكفي فخرا يا حسام بان احنا له معرض موجود في استراليا، مجرد اسمه موجود، ما اسمه المعرض كده رمسيس الثاني وذهب للفراعنه. تخيل حضرتك في اول اسبوع في استراليا يجي يتحجز 110 الف تذكره. فبالتالي لان اسم رمسيس الثاني اينما حل بيعمل دوشه. وانت عارف حضرتك لما سافر سنه 76 باريس عشان يعالجوا الجثه بتاعته او الموميه بتاعته، قلق ست شهور وطلعوا له جواز سفر واستقبال رسمي وبالتالي احنا قدام يعني حدث مهم في مدينه مهمه زي الاشمونين، وقدام تمثال مهم لجدنا الملك رمسيس الثاني. وكمان ان احنا نلاقي جثه. طب التمثال ده بقى مقدمه لاكتشاف، مقدمه لايه؟ لاكتشاف معبد يعني ولا هو معبد؟ هو في معبد بالفعل الملك رمسيس الثاني، ولكن كان لما جم الرومان حولوا هذا المكان لحاجه اسمها بازيليكا، قالوا ان هي ممكن تبقى سوق، وقالوا ان هي ممكن تبقى مكان للعلم وكده. فبالتالي اعتقد ان بعد يعني هذا الكشف، خاصه ان في شخصيه مهمه جدا شغاله مع البعثه المصريه اسمه الدكتور باسم جهاد، الراجل ده شاطر جدا جدا، ويمكن بيدل ان المصريين هم اكتر ناس على تفسير حضاراتهم. وبالتالي احنا قدام كشف ان شاء الله في حاله اكتماله هيؤشر حاجات كتير، ان التمثال كمان في حاله ان احنا نجمعه لو عرض بالزبط. في المتحف وحكينا القصه بتاعته في سنان العرض المتحف هيبقى الموضوع
جاهز. هو النص التحقيق اكتشف في نفس الحته برضو في نفس المكان، ولكن النص التاني طبعا لان عارف حضرتك ان حصل تدمير كبير جدا في المنطقه دي مصر الوسطى، وبالتالي لما يتم عرضه اعتقد خسان التمثال شكله يعني رائع جدا، الوش متكامل مرتدي تاج الشمال والجنوب اللي بيسموه تاج المزدمج فوق تاج النمس وحيته الكبرى، فشكل التمثال وعين 7 متر يعني حاجه مبهره ومذهله، في حاله ان شاء الله يعني تركيبه اعتقد ان القصه بتاعته تبقى لذيذه، وفي نفس الوقت سيناريو العرض هيبقى جيد جدا، والحفائر هتقول لنا ايه اللي ممكن يكون موجود وايه الدليل، هل هو كان اتكسر او حصل مشكله ما او حد من المعتدين بالنسبه لمصر وبالتالي او ظرف بيئي او عدوان او انا بشكر حضرتك طبعا يا دكتور نورتنا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين في وزاره الاثار، وقصه الحقيقه جميله، قصه التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني اللي تم العثور عليه في الاشبونيه. قبل ما نروح لفاصل قصة لطيفة جدا برضو حازت على اهتمام الناس على السوشيال ميديا، وكل واحد شافها بشكل مختلف، لكن كلنا اجتمعنا على انها قصة حب جميلة، قصة حب الراجل مصري عنده 85 سنة اتجوز اخيرا من الست اللي بيحبها وهي في الستينات بعد عمر طويل جدا، وقصة حب عابرة للزمان والمكان وبقالها سنين طويلة جدا جدا. الست القمر الجميلة دي الناس طبعا بدأت على السوشيال ميديا تشجعها وتكتب عليها كلام لطيف، وكمان كانوا مبسوطين قوي بلبسها وبالمكياج بتاعها انه مش موضح حتى سنها وكده. فاللي حكينا بقى القصة دي الأستاذة رويدة ممدوح، أستاذة رويدة ممدوح هي ميك اب ارتست الشاطرة اللي هي عملت المكياج بتاع العروسة، وهي اللي هتحكي لنا القصه. اهلا بيك يا منورانا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مساء النور. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. انت اللي كنت ورا القصه الحلوه دي يا روان. ايوه بالظبط. قصه جميله جميله جميله. تدينا كلنا امل والله كلنا. والله كان كلها طاقه ايجابيه، وهي اصلا جميله قوي، وانا حبيت في الموضوع ان هي عايزه تفرح كانها طفله ومهتميه بكل تفاصيل اليوم من اول الميك اب للسيشن لكل حاجه، فعشان كده حبيت ان انا انزل الفيديو ده عشان يدي طاقه ايجابيه للناس قد ايه هي مبسوطه، وهو كمان بجد كان مبسوط بيها قوي، ففعلا اليوم كله كان طاقه ايجابيه وانا كنت مبسوطه بيها جدا وبوجودها، وهي بالمناسبه اول مره تتجوز، عشان في ناس كتير قعدت تنزل اساءات خاطئه هي اول مره تتجوز. والله تحفه. دي هم قصه حبهم طويله بقى صح. هي اول مره تتجوز ما كانش حصل نصيب قبل كده، وهي محترمه جدا وبروجرامر وشغاله، واول مره بقى تتجوز عشان كده مهتميه بكل تفاصيل اليوم بتاعها. تحفه. وكانت فرحانه قوي ومهتميه بكل الالوان، وهي اللي مختاره الميك اب بنفسها هي، بس شكلها حلو جدا في المكياج. كانت بس قلقانه شويه، وانا طمنتها وقلت لها تطلعي زي القمر وكل حاجه مش لا هي فعلا زي القمر والله. دي حقيقه الحمد لله، انا فرحانه لها جدا والله، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب الناس تاخد منها حاجه ايجابيه وتتعلم ان الفرح ملوش سن والجواز ملوش سن، وننشر الطاقة الإيجابية دي في كل مكان. طبعا احنا بنشكرك كمان، انت ساهمتي في نشر الطاقة الإيجابية دي، وكمان انت شاطرة، المكياج حلو قوي 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 يعني. ربنا يخلي حضرتك. يعني مصغرها جدا جدا جدا، وهي اصلا قمر من جوه ومن بره. دي حقيقة والله، هي عسلة جدا وراحة حلوة جدا. ايوه بنوجه لها التحية هي وجوزها، ونقول لهم الف مبروك. ربنا يسعدهم الف مبروك. وعقبال 100 سنة جواز. يا رب يا رب. انا بشكرك نورتينا. نروح بقى الفاصل، وبعد الفاصل لقاء جميل ومهم، وانا مستنيه من فتره، لقاء مع الشيخ المصورين الاستاذ محمد بكر وقصه ذاكره السينما المصريه. انا بقول لكم هتنبهروا بالصور اللي هتشوفوها بعد الفاصل. ماشي. اهلا بحضراتكم مره تانية، وانا مستني الفقره دي من مده، وحاولنا نعرض لحضراتكم طبعا الاسبوع اللي فات صور من معرض كسر الدنيا ونال اهتمام الكل، وبالذات بقى الشباب اللي ما حضروش. انا بتكلم هنا عن معرض لذاكره السينما المصريه لشيخ المصورين الاستاذ محمد بكر، تاريخ يمشي على الارض
ونقدر نقول بمنتهى الأريحية أنه ذاكرة السينما المصرية محفوظة من خلال صوره، وكتير من الصور اللي حضراتكم بتشوفوها لمحبينكم من العصر الذهبي وحتى الآن هي من تصويره، وإن كان كتير منا ما يعرفش ده. نتكلم عن مصور ساهم في تصوير ما يزيد عن 1000 فيلم، وأرجو أن أنا أكون صح نتأكد منه، وشاهد على كواليس كتير من الأفلام اللي بتعتبر علامة في تاريخ السينما المصرية، مش بس ذاكرة السينما المصرية الحقيقة، لكن ذاكرة الأمة. يعني كتير من الصور المهمة للرئيس السادات والرئيس عبد الناصر، كتير من الصور المهمة المتعلقة بالسد العالي ومراحل إنشاؤه، تاريخ يمشي على الأرض. وكمان الجميل أنه هذا التاريخ ممتد الأجيال، فالوالد كان الفنان الكبير أيضا حسين بكر، هو صاحب الصورة الشهيرة لطلعت حرب في كل البنوك، حضراتكم هتشوفوها الصورة الشهيرة وصورة استوديو مصر، هي صورة طبعا الكبيرة الزعيم طلعت حرب، كانت من تصوير الوالد، وامتد هذا التاريخ لابن شيخ المصورين. أيوة هي الصورة الجميلة دي، الفنان الكبير الأستاذ محمد بكر اللي أنا محظوظ بوجوده معنا النهاردة. الله يخليك، نورتنا. ده أنا الشرف ليا يا فندم. والله والله نورتنا. المعرض كسر الدنيا، كان في أسبوع القاهرة للتصميم صح، ومستمر لسه شوية، مستمر إن شاء الله لغاية يوم 11. لغاية يوم 11 قبل لا قبل رمضان. الناس تروح فين، في القلعة ولا في فوتوبيا؟ فوتوبيا. فوتوبيا انا بنصح كل الناس ان هي تروح تتفرج، لان الصور دي مش هتلاقيها في حتة تانية خالص. منورني والله. الله يخليك، سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. تاريخ طويل، مش عارف ابدا منين ولا منين، لكن انا عايز ابدا مع حضرتك، اشمعنى انتوا كعيلة تبنيتوا هذه المهنة وقدرتوا ان انتوا تسجلوا لحظات خلينا نقول تاريخية في الفن المصري وفي الاحداث المختلفة على مدار 100 سنة تقريبا، صح؟ بالظبط. او 95 سنة. 95 سنة. الحمد لله. عايزين نحتفل بالمقاوية. ان شاء الله. ربنا يدينا العمر. ربنا يديك الصحة. ربنا يدينا العمر يعني طبعا. ان شاء الله. لسه حضرتك قادر على اثارة الاعجاب في كل حتة يعني. انا مواليد 37. الوالد كان مواليد 1912. 1912. اشتغل في ايام افلام عبد الوهاب، الوردة البيضاء، ولست ملاكا. ده في الاول خالص بقى. في الاول خالص. ومصور فيلم لاشين. الكلام ده في الثلاثينات. ليه من ايام فيلم لاشين. اخدت بقى لحضرتك. وانا معايا نيجاتيف من فيلم لاشين هوريه لحضرتك. وكان الاول تصوير الابيض واسود كان صعب عن الالوان طبعا. واتعلمت منه حاجات كتير طبعا، لانه هو كان عامل كمان في الاول غرفه في البيت الاوضه الضلمه لما بيستعين بيها. اللي عين الوالد في استوديو مصر كرئيس تصوير فوتوغرافي في استوديو مصر طلعت حرب الله يرحمه، وهو كان بيصور له جميع شركات مصر اللي هي مصر الطيران، مصر الحرج الاقطان، كل شركات مصر واستوديو مصر. واستوديو مصر جميع افلام استوديو مصر اللي بتنتج، منهم افلام طبعا كوكب الشرق ام كلثوم. كلها صورها الوالد. صورها الوالد والريحاني. وافلام عن الراجدي وليلى مراد. كنوز يا جماعه، بنتكلم عن كنوز. الحمد لله انا عندي فوق ال 1500 فيلم. 1500 فيلم. انا قلت 1000. انت حضرتك. انا ابتديت اشتري، انا كان عندي ستاف. انا ابتديت سنه 56 كاول فيلم كان سماره. سنه 56. سنه 56. ورثت بقى الحب والشغف ده من الوالد. انما سنه 52 كنت بروح للوالد اساعده واشيل له الكاميرا واشوف بيشتغل ازاي وكده. فما خلصت ثانويه عامه حاول الوالد يدخلني كليه شرطه. لان هو كان الاول بيروح يصور ايام ما كان الملك يروح ويحضر حفلات التخرج ويلبسوه كطالب ويقعد الملك كان طول اليوم
ويخش المعمل يعمل له الصور ويسلموه ألبوم آخر اليوم من تصوير الوالد بس كأنه طالب هناك. تحفة. حضرتك كان معاك الكارنيه اللي بتقول لي ده كارنيه استوديو مصر. اللي هو كان سنة 53 ده كرئيس مكتوب فيه حسين بكر رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي في استوديو مصر. وريني كده انا اخده. معلش هنتعبك يا استاذ تامر. طبعا احنا بنعرض وحضرتك بتتكلم معايا بنعرض دي كلها تصاريح من الرئاسة للوالد. جميل جدا. معلش يعني انا مش يكفي يعني ده يا عمره قد ايه الكارنيه ده شركة مصر للتمثيل والسينما. يا بص حضرتك من اول الخمسينات. من اول سنة كام؟ 50 1956 53 ده هو في واحد قبلين سنة 51. بص حضرتك كل تصريحات الرئاسة للتصوير زمان. يعني تصريحات رئاسة الجمهورية. تصريح من وزارة الخارجية بيتكلم على تاريخ وكويس ان حضرتك محتفظ بالحاجات دي كلها. الحمد لله. شوف حضرتك طبعا احنا بندردش يعني حضرتك لو بص بنعرض كتير من الصور بقى من المعرض. وحضرتك بتدردش معانا. ده تصويري بقى دون الاولانيه. ده الباب المفتوح. حضرتك اخترت بس 100 فيلم بس ده من تصويري انا. اللي لسه هعمل معرض تاني للوالد للتاريخ القديم. تحفه. اللي بيشوفوا هم مع بعض. بص حضرتك والصور وكمالها طبعا و80% من افلام سعاد حسني انا اللي مصورها. وعادل امام كمان الزعيم انا مصور له 90% من افلامه. الزعيم بصوا البورتريهات الجميله. الزعيم حضرتك عاشق البورتريه صح؟ شوف حضرتك الجوده بتاع الصوره ازاي وعايشه ازاي. طبعا. وانا عشت مع الفنانين الله. كلها شوف وانا حبيت من الاول تحفه احمد زكي اعمل الصوره الصحية اللي بتقول حاجه. طبعا ايوه فكره الصوره الصحية دي عجباني لانه كل صوره تحس ان هي بتحكي سبقى. حدوته. طبعا. زمان كان الصوره طبعا احكي لي بقى انا ما كنتش عارف ان حضرتك اللي بصور الصوره دي. الصوره دي شهيره جدا لسعاد حسني ومن احلى صورها. ده كان في فيلم اسمه بابا عايز كده. بابا عايز كده كنا بنصور في المطار. وهي كانت تحب التصوير قوي. بتحب التصوير. والصوره دي خدتها خارج الشط بس هي كان بنفس اللبس. تحفه تحفه. وطبعت منها فوق ال 3-4000 صوره للمعجبين كانت تفرقهم منها. طبعا ناس كتير قوي بتشير الصوره دي او بتعملها شير على السوشيال ما تعرفش مين اللي وراها. استاذ محمد بكر هو اللي صور الصوره التحفه. انا احلى صور سعاد حسني. عشان اطلع الصوره دي انا كنت مصورها حوالي 30 صوره. 30 صوره. ونقينا الصوره دي. هي كانت تحب تعمل كل لقطه لقطات مختلفة. وهي كانت بتحبك واضح لان هي الحمد يعني لله. صح دايما وعشان تطلع من الممثل او اللي انت بتصوره لازم يبقى فيه صداقة طبعا وحب بينكوا عشان تطلع الرياكشن نفسه. طبعا. دي موعد على العشاء. موعد على العشاء طبعا. الله. زوزو طبعا. بص الصورة طبعا. يا وكان لازم تاخد نفس الكادر بتاع السينما. طبعا. انت بتاخد الكادر اللي هو بيحكي قصه يعني وبتقول اللي هي جزء من الفيلم. تحس ان انت شايف دموع مثلا مدام تحيه. شوف الحاجه تحيه دموعها والنظره ازاي معموله. وتحس بالصوره ان هتنطق معاك. بتقول ايه. استاذ تامر المخرج بيقول لي بتاخد نفس كادرات السينما بالملي بالملي بحيث لما انت تشوف ده هتلاقيه هو نفس الكادر. ليه بقى سعادتك؟ جميله قوي. لان لا انت بتعمل لهم الالبوم. الالبوم ده كان مهم جدا جدا في الوقت ده. التاني يوم لازم يشوف اللقطات دي. الله. دي كانت فين دي بقى؟ ده كان في فيلم برضه من افلام اميره حبي انا. اميره حبي انا صح. اللي كانت عامله تسريحة الشعر دي جميله. طبعا زوزو. زوزو برضه. الله. بصوا اللقطه بتحكي قصه بتحكي حدوته. فيها انطباعات. فيها مشاعر. يعني فيها ايوه مش مجرد صوره وخلاص. ده كان اول نظره انا اعملها. كان عايز اعمل الصوره المتحركه اللي فيها روح. روح. الاول كان في الصور هتلاقيها ثابته. ثابته صح. طبعا ده الزعيم
الاستاذه يسرى ربنا يديها الصحة. ربنا يديها الصحة. وربنا ده الانس والجن صح؟ ايوه الانس والجن. والاستاذ عادل امام ده اخويا اخويا فعلا. أيوة. يعني احنا هنعرض بعد شويه صور لحضرتك مع الفنانين بره. اخويا بس هنتفرج على جمال الصور دي الاول. طبعا دعاء الكروان. دعاء الكروان طبعا. دعاء الكروان مدام فاتن. يعني كان لي الشرف ان انا اشتغل مع الفنانين العظام دول كلهم. احنا مش عايزين معرض واحد، احنا عايزين عشرات المعارض. ان شاء الله انا ناوي حتى اعمل معارض في الدول العربيه عشان يعرفوا قد ايه الفن كان هنا. وحضرتك كملت كمان مش بس في الكلاسيكس، يعني طبعا ايس كريم في ايوه ده مصوره في تحفه. سيمون وعمرو دياب ايس كريم في ديسمبر. ايوه ليه بقى الالبوم دون كان تاني يوم المخرج يشوف لقطات ايس كريم في جليم. انا قلت حته من الاغنيه. كان يشوف اللقطات ويشوف الكادر معمول ازاي. طبعا المدير التصوير بالاضاءه بالضوء يشوف الاضاءه بتاعته طبعا. بتاع المكياج يكمل هنكمل المكياج ازاي وموجود ازاي. الالبوم بياخده المنتج عشان يبيع عليه الفيلم في الخارج. فكان مهم قوي طبعا. الالبوم بيتعمل منها احيانا بوسترات الافيشات الدعايه. فكان التصوير الصحفي مهم جدا في الفيلم السينمائي. وانا زمان اول ما ابتديت تصوير بقيت اروح اتفرج على الصور في الافلام الاجنبيه اللي بتيجي اللي بتتعلق على باب السينما. اشوف الكادر بيتعمل ازاي واحاول اجدد الصوره الثابته عشان اعمل صوره متحركه صوره. ايوه طبعا دي في همام في امستردام. ايوه حضرتك برضو عملتها. طب برضو صوره جميله. طب ايه الفرق بقى بين التصوير زمان والتصوير دلوقتي؟ وبقى بتحب انت اكتر وقت بقى العصر الذهبي وسيدات وجنات السينما، ولا بتحب برضو شويه مع الجديد؟ القديم كان جميل. الجيل القديم انا اشتغلت مع اسماعيل ياسين. ايوه اشتغلت مع استاذ حسين رياض، الاستاذ محمود المليجي، طبعا الملك فريد شوقي. طبعا اشتغلت مع مخرجين زي الاستاذ حسن عمر الشريف. طبعا ده في صوره حلوه ليك مع عمر الشريف. ايوه طبعا انا ابتديت معاه فيلم المماليك. فيلم المماليك ده القديم ده من اول افلام. اول افلام اول خالص وافلامه بقى بعد كده اللي اتصورت. وسافر وقعد حوالي قعدت يمكن 20 سنه ما شفتوش. اتقابلنا في حسن ومرقص. حسن ومرقص. فاخدني بالحضن طبعا وقعد يتذكر. وانا فاكر الله يرحمه طلب مني ان انا اعمل له البوم بصوره القديمه الابيض والاسود اللي كان متصورها هو ومدام فاتن. الله. قال لي عشان خاطر هقعد انا والاحفاد اقول لهم ازاي ويعرفوا ان انا ما حبيتش حد ابدا في حياتي غير مدام فاتن. لا بتهزر. يعني عمر الشريف بعد التقيته بعد 20 سنه قال لك انا عايز الصور الابيض واسود اللي بتجمعني مع فاتن حمامه. ايوه عشان اوري الاحفاد. عشان هو دايما كان بيطلع يقول في اللقاءات انا حبه الاول يعني. وما حبش قالها لي. انا ما حبيتش في حياتي غير مدام فاتن حمامه. واخد الالبوم وجالي بعديها بيومين بقى وقت قال لي ما عندكش فكره سعاده الاحفاد قد ايه لما شافوا الالبوم وشافوا الصور من كل افلام الابيض والاسود والالوان وريتها له. دي صورتك انت بقى دي ودي اجزاء من المعرض. من المعرض. ايوه دي عندي كرموني بيها في المعرض. جميلة. عشان عملت لهم طبعا. المعرض كنا شايفين اقبال والناس كتير راحت زارت المعرض. وكل الحقيقه لكل الصحافه المصريه اهتمت والصحافه العربيه كمان. يعني الصور كانت كمان انا عشت كده مشاعر حلوه مش بس مجرد عرض الصور جميله زي ما بنشوف مع حضرتك برضو اجزاء من المعرض. 50 عام من البورتريه السينمائي. بص الصور وجمالها تحفه. يعني الجيل كان جميل. جيل حلو. وكلهم اصدقاء اكتر من اي حاجه. وعملت معرض في الاسماعيليه الاخير ده للاستاذ شادي عبد السلام. تحفه طبعا. وحضرتك تم تكريمك في مهرجان الاسماعيليه. الموميا والفلاح الفصيح. احنا الله. انا اشتغلت معاه وكان يخش معايا الاوضه الضلمه نقعد نكبر الصور سوا. وهو كان ليه لون معين يحبه وقعدنا نعمل تجارب الى ان توصلنا ليه.
كان يقول لك انا عايز لون ابيض واسود لون الشوكولاته، لون يعني الشوكولاتة. عشان يمشي مع تون لون الطينه القديمه اللي هي بتاعت قدماء المصريين. شجاع عبد السلام برضو تحفه حبيبي، اهتمام بالتفاصيل، كان صديق صديق صديق، وعندي مجموع الصور ليه هايله وهو بيخرج، وهو ازاي وطبعا الاستاذ عبد العزيز فهمي عمل الاضاءه الرهيبه بتاعته طبعا، وكنت اعشقه. هو ماستر سين في تاريخ السينما بلا شك. يعني عمر الشريف برضه الاراجوز، الاراجوز انت اللي مصور بقى. ايوه تحفه. بص الصوره على البحر الحمد جميله. انا يعني عندي صور كتير جدا وافلام كتير جدا. احنا كل اللي بنشوفه ده بس من معرض اختيار 100 صوره، 100 فيلم بس فقط. لكن استاذ محمد بكر اشرف يعني على صور 1500 فيلم. ده عمر الشريف كمان اهو هو ده المماليك. ده المماليك في الاول خالص لسه كان صغنطوط خالص. المماليك في الاوائل وقبل السفر وقبل مجموعه الافلام اللي هو مدام فاتن مع مدام نبيل عبيد. مين اكتر واحد انت بتحب تصوره من الفنانين الرجاله؟ كلهم اصدقاء. كلهم اصدقاء. كل الصور انا بعتبرها اولادي اكيد، انا اللي مصورهم. لكن في احيانا كده تبقى الكاميرا كده حب حد معين بيطلع، يعني سعاد حسني انت طلعت منها بورتريهات ما حدش طلعها. وطلعت حاجات مع مدام فاتن ومدام شاديه عظيمه طبعا. يعني ليه حاجات حلوه قوي وخصوصا الفيلم دعاء الكروان كان شغل خطير. بس عندي مجموعه كبيره وهي شايله الزلعه بتاع هم في الفلاحين. الله. هي مدام زهره. في كتير بس ما يعني ما هيطلع ايه ولا ايه ولا ايه. طب عايزين نوريك صورتك بقى مع لو استاذ تامر والجيل الاخير الجميل. الجيل الاخير عشان من حبي يعني اهديا فيلم اسمه اكثر من لذات. اهديا سماره. سماره ده اول فيلم حضرتك اول صوره اخدها. وده البورتريه الشهير طبعا لسعاد حسني بموقع تحت محمد بكر. في بقى صور لحضرتك وانت بتصور مع عادل امام وانت بتصور مع طبعا دول حبايبي وعمر الشريف وكاتبين لك اهداءات وكده هنتفرج عليها. في بقى الزملاء اللي توفوا ولادهم مش في المهنه ابتدوا بيعوا الافلام، اشتريت الافلام دي منهم. الله. اللي انا مش مصورها حتى عشان اضمها للارشيف اللي عندي بدل ما تتباع لبتوع الربابيه. طبعا حرام. طيب وضميت مجموعه كبيره ليا فيها جزء اتباع بره. طب ما احنا محتاجين بقى نعمل معرض دائم ولا ايه راي حضرتك؟ يسعدني. وده اللي انا بطالب. تتحط في واحد من المتاحف الفنيه في مصر. يا ريت نحط نسخه منه كمان في مكتبه اسكندريه. يا ريت بقى مكتبه اسكندريه. انا شايف ان مكتبه اسكندريه فيها معرض جميل دائم لشادي عبد السلام. ده من عندي. والله من عندي وانا اللي مديهولهم والفنانه ام كلثوم من عندي وصوري وانا اللي مديهولهم. يعني معظم الصور اللي متصوره في مكتبه اسكندريه بتاعت المعرض وبتاعت ام كلثوم دول تصوير حضرتك. لان انا شفت المعرضين دول في المكتبه وبتوع الشيخ عبد السلام من عندي، وانا عندي الصور اللي هو كان بيرسمها بايده بالقلم. ايوه وماضي عليها وصور اللبس وال موجود عندي كل ده انا مصوره له ومسجله له. اللبس كان شيك جدا وكان كان بيديهولي اسجله له لانه هو ابتدى معايا كان مهندس ديكور فالمز وعبده الحمولي. هي الديكورات دي هو اللي عاملها ومصممها هو واللبس. ايوه وعشان كده كنت اي حاجه بصورها له لانه كان صديق شخصي يعني. فكان يجي عندي ونصورها واديها له واعمل له نسخ منها واحتفظ بيها عندي. طب احنا بنوجه نداء والدكتور احمد زايد هو راجل فاضل وراجل مستنير ويدرك كمان اهميه الصور دي. انت انضم ان شاء الله في برضه معرض خاص في مكتبه اسكندريه لان حضرتك اللي مصور صور شادي عبد السلام وصور ام كلثوم اللي في المكتبه. يا ريت. فان شاء الله نشوف برضه معرض دائم في مكتبه اسكندريه لاهم تاريخ حافل للسينما المصريه والفن المصري. الاف الصور بتاعت الافلام المصريه. الاف. من تصوير التصوير الوالد. تحفه. الاف الصور. والاف وبعض الصور طبعا انا كان لي الشرف ان انا صورت مراحل تصوير السد العالي
وبعض ال ال اللقطات اللي كنا بنحضر فيها الاجتماعات بتاع الرئيس عبد الناصر. كنت بنزل مع الوالد لان هو اللي كان بيصور، كان هو اللي عامل له الصور الرسميه كلها بتاع الدوله. الوالد وليك بقى الصوره الشهيره بتاعت الرئيس السادات لو استاذ عبد المنعم يوريها لنا. ايوه دي صوره الرئيس السادات. حضرتك بتقول لي اللي هي صورته الشهيره بالوشاح. ايوه دي بتقول لي دي الصوره الرسميه اللي اعتمدها مجلس الوزراء لمصر. ايوه وهو وانا جبتها بالموقع الرسمي بتاعه حتى، وسياده الرئيس مضاها اهي هي الصوره دي هنشوفها هنا. ايوه هي دي دي صورة شهيرة جدا. ايوه وحتى انا مصور الوالد وهو كان بينشف له العرق وهو بينقي الصورة وبيقول له هي دي يا حسين يا بكرة هي دي الصورة بدلته الالماني الديزاين. أيوة. الالماني. أيوة. الشيك ده تحفة. حضرتك اللي مصور الصورة دي وهي صورة الموقع الرسمي بالظبط، وهم قالوا لك في مجلس الوزراء يعني اي حد هو اللي مضاها وقال لهم او طلع قرار قال لهم الصورة دي هي اللي تبقى رسمية للدولة. الوالد قبل كده كل صور الرئيس عبد الناصر كان هو الصور الرسمية برضه، وكان بقرار جمهوري. وكانت بتتباع الصورة للمصالح الحكومية بتاع الرئيس عبد الناصر ب 75 قرش تمن التكلفة. هو كان يحب الرئيس عبد الناصر جدا وكان يعرفه صديق من أيام ما كانوا لسه قبل الثورة. عشان كده هو ابتدى مع نفس رجال الثورة كلهم، واللي جه افتتح له الاستوديو اللي في الجيزة الرئيس عبد الناصر والرئيس محمد نجيب، وصورهم موجودين عندي وهم متصورين معاهم وهو بيصورهم كله. والصور دي لسه موجودة الحمد لله. تحفة. احنا محتاجين فعلا معرض دايم نقدر نلم الكنوز دي. الرئيس محمد نجيب كاتب له كلمة على الصورة للوالد ومعلقها، انا موجودة هناك موجودة عندي. الله. ومن ضمن الارشيف بتاع الوالد عندي صور ليوسف بيه وهبه لما خد بيه من الملك وهو واقف وبيبوس ايد الملك. دي حاجات محدش شافها دي. وصوره لما امينه رزق خدت هانم بتبوس ايد الملك فاروق. حاجات محدش شافها تقريبا. سليمان بيه نجيب لما كان رئيس الاوبرا ومتصور مع الرئيس مع الملك فاروق. تحفه. فالحمد لله انا عندي طبعا دول خانوا من ارشيف الوالد. ودي بقى عمر الشريف حبيبك الى صديقي محمد بكر. الى صديقي محمد بكر مع تمنياتي القلبيه عمر الشريف. احنا هو كان بيحبك يعني الصوره قوي 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 والله كان في معزه. هو ابو دي الاستاذ عادل امام بس مش باين قوي. هو مكتوب برضه في اهداء مكتوب اهداء جميل. يعني صورت انت معظم افلام عادل امام. صديق عمر. صديق يعني. وهو ما يقدمنيش لاصحابه ابو العيله. هو كاتب عليها الى محمد بكر رمز الاصاله. هو كاتب كده. ايوه بالظبط. عشان انا مش عارف اشوفها بس زمايلي. ايوه رمز الاصاله. ليه بقى بيقول لك رمز الاصاله؟ عشان كان في صداقه وفي اصاله من الاخويه بيني وبينه، ولدرجه بقول لحضرتك اهي جبناها. ايوه الى محمد بكر رمز الاصاله. لما رحت له وكنا بصور له زعيم السينما وزعيم الصوره. الحمد لله الحمد لله. وبعدين يقدمني للعيله بتاعته كلها والعيله بتاعت العريس بتاع بنته اللي ده اخويا، وهو كان يعتز بالوالد جدا لما حتى توفى الوالد. فما كانش عارف، قال لي هو انت فاهم ان ابوك ده ابوك ابويا وانت اخويا؟ ازاي ما تقوليش من يومها عشان اجي احضر العزاء من الاول. فهو صديق عمر فعلا وربنا يديله الصحه والعافيه. طيب ايه الـ 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 الفيلم او الموضوع او الشخص اللي صورته وحسيت ان هي نقله نوعيه بالنسبه لك؟ او انت طبعا قلت ان انت بتحب كل الصور وكلهم ولادك، وطبيعي طبعا لان كل صوره اصلا حيه وكل صوره وراها ذكرى، وانت الصوره عندك مش بألف كلمه، الصوره عندك بمليون كلمه. يا استاذ محمد والله انا حبيت. كان جيرالدين شابلين جت عملت فيلم هنا عملت نيفرتيتي. مين اللي جه؟
جيرالدين شابلن. اوكي. عملت فيلم تسجيلي نفرتيتي، وكانوا كنت انا لسه في شبابي لسه. وكانوا جه المنتج وده يعني في الاوائل، هم بيجيبوا الافلام النيجاتيف وانا اصورها واسلمها لهم. فما كانوش مقتنعين باللي انا بعمله واللي انا بصوره. فجاء مدير الانتاج المصري قال لي لو سمحت، معلش بس على ذكر يوسف وهبي، ده شغل الوالد، الوالد يوسف وهبي، ده غزل بنات نجيب الريحان، ده الوالد استاذ حسين بقى هو اللي مصور. ده غزل بنات. طح. ودي كانت شوف الاستاذ عبد الوهاب ازاي. ده في البدايات خالص. انا صورت ده الاستاذ عبد الوهاب في اغنيه من غير ليه. والله رحت اصوره في التلفزيون. فدخلت سلمت عليه قلت له انا فلان. فقال لي ازاي ابوك وازاي ما بيسالش عليا، انا زعلان جدا منه. قلت له هخليه يكلم حضرتك. كان يحب الضحك والهزار وكان صديقه. لان هو مصور له افلامه كلها. فبيقول لي انت جاي ليه؟ قلت له عشان صور سعادتك. انا متابع صوت الفن. ده الاستاذ حسن صفي في الفيلم الحبيب مجهول. ده شغلي برضه. ده شغل حضرتك. انا الحقيقة طبعا مدام ليلى مراد. ده في الكواليس ده. ايوه كان لسه بيحضر الفيلم وكوافير شغال ومساعد المخرج ده الاستاذ محمد عماره. اخو ابراهيم عماره الممثل. يعني انت عندك كمان الكواليس بتاعت الافلام دي بقى، دي محتاجه قصه لوحدها. دي عندي مش عارف اخد ايه ولا ايه في الحلقه. رهيبه جدا، وخصوصا المخرجين بتوع زمان. توج مزراحي زي طبعا مؤسسي السينما، خورشيد كمدير تصوير، المديرين التصوير الاجانب كانوا طلاينا كلهم. ده من الزوجه الثانيه برضه. الزوجه الثانيه صلاح ابو سيف قاعد بيحفظ سعاد حسني. ايوه صح. شو على الترعه وهي بتدعك النحاس. ده لسه قبل ما يصوروا. ايوه. ما تلاقيش الحاجات دي موجوده طبعا. ده حتى هو ما كانش لابس الجلابيه لسه. لا ده صلاح ابو سيف. اوكي ايوه مش اوكي ماشي. مخرج الفيلم. ايوه طبعا. يعني الحاجات القديمه والجو الريفي الجميل اللي مش ممكن تلاقيه. ده تحفه. تحفه. ده شو حضرتك بقى، ده ابراهيم عماره. والكاميرا. بس يا ريت يجيب لنا الصوره كامله عشان اوريك ازاي كان الامكانيات قليله وبنصور. قليله جدا يعني. ده ليلى بنت الفقراء برضه وهو بيخرج. انا راجدي ومدير التصوير تحت، ولا مراد واقفه وده الاستاف اللي ماسك الكلاكيت منير مراد. كم كلاكيت؟ ياه ده هو فعلا. ايوه ده كان صوانطوط خالص. كان كلاكيت في الفيلم ده لسه ما كانش حد عاش. ده ايه كان 18 سنه مثلا. وده مدير التصوير محمد عبد العظيم. يا جماعه شايفين ماسك الكلاكيت ده منير مراد. منير مراد كان مشترك كلاكيت في الاول عشان يتعلم. والله في الفيلم ده تحفه. يعني ما حدش كان عارف الاسامي دي يعني. طبعا. وانا طلعتها واقول لهم يا جماعه ده تاريخ، اقول لكم مين ده ومين ده ومين ده. تحفه. والحقونا شويه كده عشان تعرفوا الناس دي. ده لازم احنا بنناشد تاني مكتبه اسكندريه الدكتور احمد زايد، انه لازم نجمع الكنوز دي. الصوره دي كنوز، مش بس البورتريهات لكن كمان بنتكلم على الصوره اللي فاتت حضرتك. لو جابها كامله. لو جبت لنا الصوره فاتت. لو جبت لنا الصوره بس اللي فاتت كامله. هوري لك الكاميرا دايره ببطاريه العربيه، كنت هوريها لحضرتك. اللي قبل دي. اللي قبل دي قد ايه يعني كان امكانيات بسيطه. اللي قبل دي قد ايه كان الامكانيات بسيطه واحنا بنعمل. دي بطاريه العربيه شايفها. اللي هي دي يا فندم. أيوة اللي هي دي. ايوه شوف بطاريه العربيه تحت اهي. جميل شكرا. ليه هو دي بطاريه العربيه؟ ايوه ليه بقى؟ وده كان مدير التصوير ده اسمه برونو سالفو. كان برونو سالفو. كان ايطالي. ده فيلم ايه؟ القرش. القرش. القرش الابيض. مش فاكره الفيلم ده. القرش. لا ده القرش الابيض ده قديم قوي. في البدايات خالص. كان بيصور كان بيشحن ببطاريه العربيه. لما خلصت البطاريه اللي او كهرباء اتقطعت حطوا بطاريه عربيه. تحفه. ده كان تبع الوالد مش تبعي. وعندك غير كواليس بقى كتير من الافلام. جدا جدا جدا. غير بقى البورتريهات نفسها يعني تلاقي انه اي مخرج اي منتج اي مكير زمان اي كل اللي ورا الكاميرا وهو بيشتغل وهو بيخرج موجودين عندي الحمد لله. وبقول لهم
انا اقول له خدوا مين عشان يبقوا موجودين دي طبعا في عماره يعقوبيان. ده عماره يعقوبيان انا مش شايفه صح. دي حد بيصور الصوره وهي متعلقه. ما الناس تفاعلت كتير قوي مع المعرض حضرتك. بص ده الالبوم بتاع الملك فاروق اللي انا بقول لحضرتك فيه من ارشيف الوالد وعمل له البوم انا ببعض اللقطات مع الملك. طب ما فكرتش تعمل كتب تذكاريه يعني تعمل كذا اصدار وصوره وجنبها؟ عملت كتالوج طبعا ده فيلم بتاع محمود عبد العزيز الكتكات طبعا عملت انا حوالي 100 صوره عملت مطبوعين زي كتالوج وكل صوره قصادها اسم الفيلم وسنه كام ومعموله سنه كام. وده كذلك انا الارشيف اللي عندي كل الافلام انا كاتب على كل فيلم اسم المخرج تصور سنة كام مين اللي صوره مين مخرج مين ده مين مدير التصوير كل حاجة متأيدة قدام كل صورة بالارشيف بتاعه متأرشفة تمام. عشان كده بطالب ان حتى الديكورات كنت بتصورها وكل شيء طبعا عشان يتعرف ده مين وده مين بالبسارين اللي بتاعهم بالكهرباء ده كله عشان اقول لهم ان ده ديكور مش طبعا. فالحمد لله قدرنا نعمل ده كله. شيخ المصورين الاستاذ محمد بكر انت نورتني واسعدتني وبسطنا جدا جدا. الله يخليك ده شرف ليه. ده لقطه من فيلم لاشين ده لسه بقى ده على البلاستيك ده لسه قبل ما يتحمر. شوف حضرتك كان اللقطه بتتصور قد ايه قد ايه لاشين ده ايه اول الثلاثينات صح 38 صح تقريبا يعني واللقطه بعد كده تاخدوها بقى الاوضه السوداء وتتحمض وتتعمل وبعد كده يطلع الصور وتتحمض. وقبليها كانت على ازاز صح؟ وقبليها معاك انت ازازه برضه صح؟ كان على ازاز ولغايه سنه يعني ده عارف حضرتك شرف امطح شوف صورته ازاي. انت لسه محتفظ بالافلام والنيجاتيف والحاجات كتير جزء كبير جزء كبير ده اختاره فيه عمر افتراضي طبعا ففي حاجات السرطان ده في الاول ده بقى كان بص ازاي بتتعمل على الازاز كان حضرتك فرحة كده شويه وكان صعب ده. جدا تصوير الازاز كان ازاز واشتغلت مع لحقت طبعا الاستاذ محمد فوزي ومدام مديحه يسري صورت له برضه كنت بساعد الوالد فيه وحضرت تصوير معاه. انا لازم اختم تاني بمناشده مكتبه اسكندريه ووزاره الثقافه المصريه محتاجين الكنوز دي يتم حفظها حفظ جيد وعرضها عرض جيد. بنتكلم عن الاف الصور اللي بتوثق تاريخ السينما ومش بس تاريخ السينما وكتير من احداث مصر المهمه والتاريخيه وبالذات موضوع السينما مش بس بورتريهات العظيمه اللي عاشت سنين واحنا لسه بنبعتها لبعض وما نعرفش يمكن معظمها مين وراها ومين اللي صورها لكن كمان كواليس الصناعه نفسها كواليس الافلام وراء الكاميرات في كتير قوي ما شفناهوش وما نعرفش عنه حاجه محدش كتير صوره طبعا حضرتك شاركت في 1500 فيلم الحمد لله تخيلوا حضرتك ان راس ممكن انا والوالد مش انا لوحدي بنوجه طبعا التحيه لروح الوالد الفنان الكبير استاذ حسين بكر الله يخليك وابنه طبعا الفنان الكبير شيخ المصورين استاذ محمد بكر نورتني ما كملتلكش جلال الدين شابلي جلال الدين شابلي لما جت قد ايه اما عملت لهم البوم وشافوا الالبوم حصل ازاي ثوره ولقيت طلبوا بقى جري وحضن وتحضن رحت هوليوود بقى وعايزين ياخدوني في كذا بلد عشان اصور لهم لان طبعا. كل بلد كانوا بيصوروا منها فيلم تسجيلي عن البلد بشخصيه معينه ورفضت لان الوالد قال لي انا الوحيد للوالد فرفض قال لي لو انت سافرت مش هتقدر ده من حسن حظنا احنا عشان تطلع علينا كل العظمه دي فيعني انا بشكرك مره تانية والمعرض مستمر لغايه يوم 11 ان شاء الله في فوتوبيا في مصر الجديده
لازم تروحوا تتفرجوا، هتنبسطوا جدا جدا زي ما احنا انبسطنا بالصور دي، في غيرها عشرات ما لحقناش نحكي لكم كل حاجه. الحمد لله، بشكرك نورتني. كل سنه وانت طيب، رمضان كريم جدا، وكل سنه وانت طيب، ربنا يخليك، وشاكر على اللقاء ده. لا انا اللي بشكرك، نورتني وشرفتني، ارجو ان انا ما اكونش تقيل عليك. لا بالعكس، ده انا عايز اقعد معاك حلقات، احنا مش عارفين، ده في صور كتير كنا محضرينها بس قدرنا ناخد بقى اللي قدرنا. الحمد لله، بشكرك وبشكر حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير وصحه وسلامه، حلقه جديده من 90 دقيقه.